فقرتنا اليوم هي فقرة تعتبر جميلة ومختلفة لأنها مع ضيفة مميزة وناجحة قادها شغفها للدخول إلى عالم المخبوزات ودرست في جامعة ألمانية وأتقنت طرق إعداد المخبوزات الألمانية حتى تخرجت وفتحت مخبزها الخاص. قصة راح نتعرف عليها مع الشيف رنا البرهومي. أهلا وسهلا فيك، نورتينا يا رنا. ما شاء الله إيش هالجمال والإبداع، يعطيك العافية. الله يعافيك. كلمينا في البداية يا رنا عن شغفك وعن تخصصك تحديدا في المخبوزات. أول شيء أنا درست دراستي كانت لوجيستكس أو علوم لوجستية اللي درستها. بعدين كان هذا الشيء كان شغف من أنا وصغيرة، من عمري 6 سنين كنت حابة أدخل المطبخ. إلى أن انتهيت طبعا من دراستي الجامعية، فحبيت أني درست في ألمانيا، فحبيت أني ما أطلع من هناك إلا أخذ من عندهم أي شيء يخص المخبوزات لأنهم أشهر دولة أوروبية بالمخبوزات. يعني أنت اخترتي دراسة في ألمانيا عشان شهرتها في المخبوزات؟ لا، أول شيء كان هو بس مجرد شغف، بس ما كان يعني أني حاطة براسي أني أدرس. كنت هناك في ألمانيا وكنت أدور خلال يعني دراستي إيش عندهم أشياء تخص المطبخ، فاكتشفت أنه أفضل شيء عندهم المخبوزات. وكيف كانت دراستك هناك؟ كانت رائعة صراحة، كانت يعني مو شيء نفس المتوقع عندنا، وما كنت أفكر أن الموضوع بهذه السهولة. يعني بطلع المخبوزات عالم ثاني وستوري ثاني يعني مختلف. أصعب شيء أنا بالنسبة لي في المطبخ الأمانة المخبوزات تمام. والفطائر أنا تورط في رمضان لأنه إحنا نحبها في رمضان. صح خالد. فمرة تضبط 10 لا صح، ومرة تصير واو ومرة تصير نص ونص. وشيء حساس جدا عشان بالضبط كده. الوقت الأشياء اللي تستخدمينها حتى درجة حرارة المطبخ اللي أنت فيه وإلى آخره، أكيد أنت أبخس. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن عالم المخبوزات اللي حكيتي عنه، قد إيش كان مختلف، قد إيش كان يعني كانت دراستك كلها متخصصة في المخبوزات صحيح؟ فإيش الفرق بينه وبين المخبوزات المتعارف عليها، المخبوزات التقليدية خلنا نقول سواء عندنا في السعودية أو غيرها؟ صحيح. أول شيء أنا طبعا لما شفت الطريقة اللي هم بيسووا فيها الخبز إن هم بيستخدموا خميرة طبيعية، ما بيستخدموا السكر، وللأسف إنه عندنا شوية في أماكن معينة بيستخدموا دائما المخبوزات اللي تكون الشلف لايف حقها تقريبا أكثر من أسبوع أسبوعين. بالإضافة أنه مخبوزاتنا كثير فيها سكر وفيها زيوت مهدرجة، فحبيت أني أغير كل الكونسبت وأني أجيب فكرتهم. بالإضافة أنه حتى الخبز بيعطوه وقته، يعني ما إحنا ما ننتج الخبز بنفس الوقت، إحنا لازم يتخمر 24 ساعة يكون بكتيريا نافعة، وهو مكوناته عبارة عن دقيق وموية بس، الطعم بيطلع والفكرة والسر في التخمير للوقت الطويل. أكيد. بالإضافة أنه إحنا بنسوي كل شيء يعني من الصفر بالخميرة الطبيعية، الزبدة الحيوانية مستخدمها، بلس أنه تعلمت أنواع الدقيق، والأهم في الموضوع أنه الدقيق اللي إحنا مستخدمه غير معدل وراثيا، وهذا شيء مرة مهم. يعني نفس القمح مزروع بطريقة ما تعدلت جيناته، فكل هذه الأشياء طبعا أنا ما كنت أعرفها، فتعلمتها وحبيت أنه أجيبها عندنا، فهذا المختلف بيننا وبينهم. جميل جميل، إحنا مبسوطين كثير، لكن إحنا نبغى نشوف إيش راح نسوي اليوم في المطبخ. طبعا معاك أنت وأودي راح تروحون على المطبخ ونشوف إيش راح أنا اليوم. ممكن نتعلم أنا وأنتي رؤى. أنا أشوف رنا والمشاهدين أكيد تسولف عن هذا الموضوع، أقول هي أصلا زي النسمة وهي بتحكي عن وكيف بالها طويل. أنا قاعد أنتظر لما تتخمر العجينة 24 ساعة. صح. كثير. صح. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طيب اليوم حنسوي شيء مرة سهل رنا، بس سؤال قبل لا نسوي الشيء. تفضل. لما قلتي إنه إحنا نستخدم خميرة طبيعية، كيف نستخدم خميرة طبيعية؟ خميرة طبيعية هي عبارة عن دقيق وموية فقط. حلو. بكتيريا بتتفاعل وبتتكون. بس طبعا هي شوية صعبة لأنه في لها وقت وحرارة معينة لازم ما تموت. أوكي. إحنا بنسميها في المطبخ البيبي، لازم تأكليها كل يوم عشان ترجع تعيش. وتقيسي حرارتها وبعدين ترجع مرة ثانية تصير خميرة. فهذه هي الخميرة الطبيعية. حلو. صحيح. يلا نبدأ. تمام. إحنا حنسوي شيء اسمه الخبز الحالي. الخبز الحالي في البيت ممكن يعني فيه كثير استخدامات، فشيء مرة بسيط إنه تقدر ست البيت إنها تستخدمه. مكوناته مرة بسيطة، في عندنا سكر، خميرة، ودقيق، هذه المكونات الجافة. السائلة عندنا زيت وبيض وموية.
يعني التكنيكس حقه مرة بسيط. أنا حخلط أول شيء المكونات الجافة مع بعض. حطيت الدقيق. تقريبا الدقيق كم كاسة؟ نص كيلو أو 500 جرام. وعندي سكر 40 جرام. وعندي خميرة. وحخلط هنا على جنب المكونات اللي حتكون السائلة. البيض. المخبوزات فيها متعة يعني للأمانة. حتى يمكن تقدرين تشركين الأطفال معك، يحبون المخبوزات من يومنا يمكن صغار نحب نجلس في المطبخ مع والدتنا أو الشخص اللي يطبخ في البيت سواء أختك الكبيرة. فأنا الصراحة من الناس اللي أستمتع في المخبوزات. أي بس زي ما قلت، زي ما كنت بتقول رنا قبل شوي، إنه شيء جدا حساس. حساس. أنا تبغى تقول حلوين أعطيهم بالأخير العجينة وسكتهم فيها. وأنا ترى دورة أطفال وانصدمت، ما توقعت كذا. انصدمت قديش هم فعلا الأطفال عرفوا يسووا أنواع خبز كانت صعبة ما شاء الله. وكانت الهدف من الدورة أنه نسوي بدائل صحية في البيت، من سواء كيك نسويه ببديل صحي للسكر أو خبز عشان الطفل يتعود أنه يقدر يأكل هذه الأشياء. حلو. فمرة كانت حلوة. وإحنا كل فترة ترى عندنا دورات عن هذا الموضوع وللأطفال. والشيء الجديد حنسويه رح نشرك الأب أو الأم مع الطفل مع بعض، بحكم أنه دائما الأم والأب ما هم متواجدين دائما مع بعض، يعني دائما الطفل والأب ما بيلتقوا دائما. فهذه من الأشياء اللي إحنا دائما نسويها عندنا في البيكري. تمام. الحين بس أبغى ملعقة. هنا هخلط بس المكونات الجافة وحضيف عليها المكونات السائلة. طبعا حضرنا عجينة قبل اللقاء عشان الوقت. طبعا هذه بس إيش تفرق هذه عن هذه؟ نفس الشيء. هي هذه يعني بس هي عجينتين. طبعا هذه وصلت لدرجة تخمير مناسب. أنا هستخدم هذه العجينة. يقولون أهم شيء في العجينة تخبطينها. إيش يعني؟ يعني كيف تربي. هي هذه صح الحركة عشان يطلع منها الهواء. إذا كان فيها هواء. طبعا العجينة هنا تقريبا عندي 500 جرام. في سكينة طبعا أفضل هي تكون السكينة الخاصة بالخبز. حق السمها. أوكي. في طريقة اللي هي في شيء أنا لاحظت بالعجينة من جوا مقسمة هذه الطبقات. أيوة. يس، هذه دليل أنها تخمرت كويس. ما شاء الله لك في الطبخ. أوكي. عندي هنا حكورها بطريقة مرة بسيطة باليدين، وبعدين أبغى أسويها بشكلها، بسوي زي الضفيرة الآن. أحط بس ممكن شوية زيت كذا عشان بس يساعدني على العجن. طب رنا سؤال، لأنه أنا في يعني بارت شوي ميسنج بالنسبة لي. تفضل. أنت خلطتي كل الأشياء الجافة والكل المقادير سوا. صح. وبعدها تخلينها يعني تخلطينها كويس. عجانة تتعجن. عجانة بالضبط. أوكي. أو إذا ما في عجانة توي بقولك لو ما عندي عجانة باليد طبعا عادي. أيوة زي. وبعدين أغطيها، لأنه أشوف في يعني ربات منزل كثير يغطونها ضروري، وفي بعضهم ما يغطونها، في بعضهم يحطون صحن، في بعضهم يحطون قطعة قماش. أهم شيء ما يدخل لها هواء. قماش، صحن، زي هنا مثلا إحنا مغطينها بورق زبدة واكس بيبر، ما يفرق عادي. ما يفرق بالضبط. وكم عادي. كم نخليها على جنب؟ ساعة حسب درجة الحرارة. وكم يعني كم درجة الحرارة المفروض أنها تكون؟ يعني تكون درجة حرارة الغرفة 24-25. أيه. بس إحنا عشان بحكم إن إحنا دولة يعني حارة، فتقريبا تأخذ من ساعة إلى نقدر نقول 45 دقيقة. 45. الدول الباردة لا تأخذ شوية أكثر. أطول. بس طبعاً كيف تعرفين إنه هو مثلاً تشوفيها مثلاً من ملمسها لما يبدأ فيها هواء؟ أيه. فخلاص تكون جاهزة. تكون جاهزة. بالضبط. أكيد إحنا مكملين معك رنا، لكن تسمحي لنا ومشاهدينا اسمحوا لنا نطلع هذا الفاصل القصير ونعود. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وأكيد مكملين مع الشيف رنا. فخلينا نروح لهم للمطبخ مع رنا وأودي ونشوف وين وصلتوا، وين وصلنا. أنا طبخت ما شاء الله عليك. شكلك سويتي ذبيحة يا أودي. كل شيء سويته. هي ساعدتنا. طيب وين وصلنا؟
احنا حنشكلها نسويها ضفيره مره سهله، يعني حنمسك الثلاثه كذا نشبكهم في بعض. الله، بهذه الطريقه. وبعدين حسويها عادي زي الضفيره العاديه بشكل مره سهل. طيب سؤال رنا، ما اخليها انحف من كذا علشان تستوي من جوا؟ لا، حتى بهذه الطريقه تستوي، لانه خميره، فالخميره تنفش. عادي، بس اذا عشان الشكل يمديك تغيريها. بعدين كذا بس حسويها من هنا ومن هنا بهذه الطريقه. حلو، حنخبزها وبعدين حوريكم شكلها النهائي كيف راح تطلع. بالعادة أنت يعني من الناس اللي يحبون يحط، أشوف كمان في بنات يحبون يحطون صفار البيض أو حليب أو شيء. يس، أنا طبعا في واحدة في الفرن جهزتها، دهنتها بصفار بيض وحطيت لها شوية كريمة عشان طعم البيض ما يكون واضح. أو ممكن حليب، الناس عندها حساسية من البيض مثلا، فممكن تحط لها حليب. هي الفكرة بس عشان يعطيها لون. حلو. طبعا إحنا نبغى نشوف اللي في الفرن كمان جاهزة، لكن إذا تسمح لنا كمان. الريحة واصلة ولا لسه؟ ها؟ الريحة وصلت؟ أنا أشوف الريحة، أنا من الناس ترى اللي يعني الريحة تجوعني زيادة، فأكيد الريحة موجودة هنا في الاستوديو وإحنا يعني متحمسين كثير، ما مش قاعدين نشوفها. اسمحوا لنا كمان نطلع فقرتنا المعتادة، وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس إيش هي الذكريات والمواقف واللي مريتوا فيها مع المعلمين وما تنسونها. خلونا نسمع أجوبتكم في قول رأيك. حياكم الله مشاهدينا. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، حبينا نسأل زوار أوتلت الرياض عن أكثر ذكرى لهم مع معلمين المسابقين. نشوف الزوار اليوم إيش قالوا. عز الله في أحد المعلمين في المرحلة الابتدائية، اسمه عبد العزيز الزهراني، رجل ونعم الرجال، كان يحرص على إيصال المعلومة لنا يعني بالشكل اللي نقدر نستوعبه ونفهمه، والطالب اللي ما يفهم يشرح له مرة واثنين وثلاثة، فكان يعني معلم ووالد في نفس الوقت. هذا الموقف قبل كم؟ أنا عمري الآن 37، عاد أرجع إلى مرحلة ابتدائية يعني قبل ما يقارب 25 سنة يمكن. طبعا المعلمين اللي درست تحت أيديهم يعني كانوا قدوة لنا، كان واحد منهم يعني مدرس قرآن كريم، وكنا يعني زي ما تقول سيئين شوي في حفظ القرآن، وكان يعاقبنا عقاب اللي هو شد الشعر اللي من هنا، يعني شد شعرك من هنا انزلك مع الزلف مرة. أيوة، يعني لازم تحافظ غصبا عنك. الله يذكر الأداء. الطريقة هذه كانت فعالة معك؟ لا والله كانت يعني بين وبينك شوي سيئة. الله يذكرهم بالخير ويحل الأمور يعني، بس كانت يعني ذكرى ما تنسي. والله يوم يجلدني مدرس وأنا في السيب وأنا ما لي علاقة، كان رايح الفصلي ويجي ويجلد الجميع، جلدني وأنا ما لي علاقة. طيب هل تحس الجلد أيام هو كان يفيد بالموضوع أو لا؟ والله كان يمشي يعني، يعني لو شو اسمه لو ما انجلد ذاك اليوم كان ما شفتني زي الحين. مر علي موقف أول سنة في حياتي أدرس في جدة، دخلت عندي الموجهة وكان الدرس الطول بالأمتار ومسافات، فقاعدة أسأل طالبات عن المسافة بين جدة ومكة، الطالبات يقولوا لي أبلغ 75، وأنا أقول لهم لا 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 لا، وكانت الموجهة جالسة، فقالت الموجهة كم المسافة؟ قلت لها 120، قامت الموجهة قالت لي ستوب وخرجت برا وردت تزهمت علي، فقالت لي كيف المسافة؟ البنات يقولون 75 وتقولين 120، قلت واو بين جدة ومكة 75 كيلومتر وأنا لي في جدة 7 شهور ما رحت الحرم، هذا ما يصير. فقامت الموجهة ابتسمت وضحكت ومروا بسلام الحمد لله. مدرس أيام الابتدائي ضربني كف الصراحة، ويعرف أبوي، فجيت زعلان وبكيت وعلمت أبوي، طبعا هو صديق أبوي، قام قال يلا خذ كف ثاني. هذا الموقف صراحة اللي ما أنساه، وحبيت المعلم صراحة، يكفه فأخف شوي. في مدرس كان يدرسني في الثانوي اسمه أستاذ جمال الله يذكره بالخير، كان من أفضل المدرسين عندنا في المدرسة، مع أن المادة ما كنت أحبها، أنا كان يدرسني فيزياء وكيمياء، بس كان من أفضل المدرسين اللي درسوني من ناحية شرح ومن ناحية تعامل مع الطلاب، يعني كان يعاملنا كنا احنا عياله ما هو الطلاب. يعني أنا من الناس اللي صراحة ضحكت على التعليقات، أكثر واحد اللي يقول حبيت المدرس كفه أخف من كف أبوي، يعني معنف الولد مسكين رحمته. فللأمانة يعني أنا شوف بالنسبة لي أتذكر المعلمات اللي أثروا فيني تأثير إيجابي، القصص السيئة
القصص هي نحاول اني انا ما اتذكرها. يا تقول ليه يا رؤى؟ اللي ربطتيه ولا اللي عضيتيه اختي؟ طيب خلينا نقول لكم السالفه. طبعا رؤى ميتة ضحك لاني قلت لها السالفه، وصراحه انا ما ودي اشاركها على الهواء، ما تنقال السالفه، لكن والله عضت مدرسه عشان اخذت منها برشام الصراحه. يعني هذا باختصار الصراحه هذا اللي حصل، لكن يعني احنا كنا اطفال، فعادي يعني، وانا متاكده انها سامحتني يا رؤى. خلينا نسالك يا اودي معلماتك. خلصت انت رؤى والتفتتم علي. انا اصلا في موقف اصلا انا ورؤى احنا قادرين نكمل السالفه بشر. سماهم في وجوههم يعني تتوقعون أنا يطلع مني شيء؟ ولا كنت مطيعة جدا. أنا ما أقدر أقول شيء عيالي الحين يتابعون. بشوفوا إحنا صغار وإحنا صغار أودي للأمانة، يعني ذكريات حلوة. في النهاية هذه المدرسة بعد ما قابلتها بعدها تقريبا بعشر سنوات قالت لي تذكرين ما يوم تعضيني؟ قلت هي تذكر، يعني إلى الآن وهي صراحة يعني في تواصل وفي يعني ما هو شيء سيء، بس كان يعني كانت يعني قصة ضحك يعني صراحة. أول غير شطانة جيلنا صدق والله العظيم، غير ما فيها حقد ما فيها غل كذا، يعني براءة. فيعني هي أخذت البرشام ردة فعلك الطبيعية قمت وعضيتيها، أحس إنه مرة طبيعي. يعني أنا لو شيء ثاني ما أدري وش أسوي صراحة، بس إنه أحس إنه طبيعي. صحيح صحيح. رنا رنا طباختنا الشيف تبعنا ما سألناك إنه على ذكرياتك مع المعلمين مع المعلمات. صراحة أنا والدتي مربية أجيال، يعني أنا والدتي هي درست سنة بس كانت مديرة مدرسة، فيعني إحنا كنا نظامنا نظام مدرسة في البيت برضو يعني، فكنا جدا مؤدبين لأنه كنا نخاف طبعا ما نقدر يعني الراس الكبيرة. مواقف حلوة، مو شرط إنه موقف مثلا يكون سلبي. أنا يعني قولي لنا مواقف مثلا موقف مع معلمة ما تنسينا، قصة مع معلمة ما تنسينها. والله قصة صراحة لا أذكر، ما كان لي حس أصلا. هذول هم البنات الشاطرات كذا ما يتذكرون، حتى لو يتذكرون ترى ما يقولون. مو مرة بس ما كان لي يعني ما كان لي صوت. إحنا ما كنا نجرؤ أصلا إنه نسوي، يعني ما شاء الله قصتك شوية يعني. خلينا نشوف رؤى. رؤى أنت من أول تضحكين. أنا يعني أنا شخص يعني بصراحة من يومي جدا مسالم، بس في مدرسات كثير فعلا مروا علينا لهم بصمة. أتذكر مديرة الثانوية بثينة جمال من أروع يعني المعلمات اللي مروا علي. أخلاق دائما المديرة تكون تخوف، رائعة كأنها أم تحتوينا. صح. كانت جدا قريبة مننا، تتفهم وضع البنت. كانت في معلمة اسمها أبلة زهرية، هذه بصراحة إحنا عذبناها يعني. كانت مسكينة كذا أضلاوية غلبانة هي، وإحنا يعني كنا مستلمينها. كنا كل مرة نهرب من الحصص اللي ما نحبها نروح غرفة الإسعاف، إذا تعرف غرفة الإسعاف كانت عندكم أو لا، وتدخل أبلة زهرية بأعلى صوتها روحي على فصلك يا بنت وكذا يعني. فذكرياتنا حلوة. شو هي أكثر مرحلة أنا بالنسبة لي؟ سادسة ابتدائي إلين ثاني متوسط. أنا ثانوي. ثالث متوسط وأولى ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، أحس خلاص يعني صرنا صديقاتهم. أنا بالنسبة لي يعني مرحلة الثانوي مرة كنت مصادقة كل المعلمات، كانوا صحباتي فعلا. حتى أتذكر في أحد المواسم استضفنا كان في معلمة، بعدين أتذكرت أنها كانت معلمة في المدرسة، وقلت لها فلانة، قلت لي أنت وجهك مو غريب، قلت لها أنا فلانة. فكان يعني سبحان الله الدنيا كنتوا قريبين من بعض؟ لا كانت موجودة في المدرسة. أيه. فسبحان الله يعني الحلو أن الواحد مهما سوى مهما صار يرجع يذكرهم بالخير، يرجع يعني يذكر فضلهم، لأنه فعلا لولا معلماتنا ولولا صبرهم الصراحة علينا صبرهم ما كان الواحد أنجز في حياته، ما كان الواحد تقدم في حياته. فشكرا شكرا جزيلا لكل معلمة وكل معلم، كانوا مخلصين في عملهم وأدوا واجبهم على أكمل وجه. فعلا احنا ممتنين، وانا اعتقد يعني اليوم هذا اقل شيء احنا نقدر نقوله. فخلينا كمان نروح لاودي نشوف اودي وش صار معك. لا تقولون اودي، تقولون رنا. رنا مبدعه يا الله على الريحه، بس شوية الفرن لأنه مو نفس أفران المخابز يكون دائما فيها بخار وستيم، فيعطي لون وشكل أكبر. أي. بس يعني مو راضي عن نتيجة 100%. أنا أشوفها من هنا شكلها شهي فعلا. رشيت عليها بس سكر باودر عشان كذا حيعطيها، لأنه هو تيست حالي، خبز حالي، فحيعطيها تيست حالي. أيه. وبس هذه طريقتنا لليوم. يعطيك العافية. يعافيك يا رب. لك يا العفو يا رب. قبل الفاصل الله يخليك جيبيه معك وانت جاية. أيوة. طيب ابشري. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم.